معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الشقيقة الموقر، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لكم دعوتكم الكريمة إلي للتحدث في هذا المؤتمر الدولي المهم الذي يعقد في توقيت مهم تواجه فيه دولنا العربية والإسلامية هجمة شرسة من جماعات وتيارات دينية متطرفة تسعى إلى تقويض الدولة الوطنية. ولم يعد خافيا علينا جميعا أن القاسم المشترك بين جميع التيارات الدينية السياسية هو أنها جميعا ترفض فكرة الدولة الوطنية وترى في الوطن مجرد حفنة تراب ولا تؤمن بالحدود الجغرافية للدول الحديثة وتسعى لإعادة أمتنا إلى عهود اندثرت متجاهلة حقيقة أن الإسلام ترك للناس حرية اختيار ما يناسبهم من نظم حكم وإدارة بما يواكب العصر الذي يعيشون فيه تجسيدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، إن ترسيخ أسس الدولة الوطنية الحديثة في عالمنا العربي والإسلامي هو خيار لا بديل له، والحديث بشأن كيفية تحقيقه هو حديث طويل، ولكن يمكنني أن أختصر ذلك بالإشارة إلى بعض العوامل التي استقيتها من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة. أول هذه العوامل أهمها في تقديري هو عامل الوحدة الوطنية والتماسك الوطني. ثانيا العامل الثاني يتمحور حول وجود القيادة السياسية الحكيمة التي تملك الرؤية الطموحة والإرادة الصلبة لتحقيق نهضة الدولة. ثالثا العامل الثالث يرتبط بمدى وجود ثقافة التسامح والعيش المشترك وقبول الآخر في المجتمع. رابعا يتمثل العامل الرابع في أهمية الأخذ بأسباب النهضة العلمية الحديثة ولا سيما فيما يتعلق بالتطور منظومة التعليم في مجتمعاتنا. الحضور الكريم، إن عمل بناء الدولة الوطنية وترسيخ أركانها وتحقيق طموحاتها في التنمية والتطور لم تعد لغزا أو أمرا سريا، فوصفة النجاح والتقدم باتت معروفة للجميع، وأولى خطواتها تحقيق الاستقرار والأمن في دولنا ومجتمعاتنا، وترسيخ دولة المواطنة وحكم القانون، ومجابهة الأفكار المسمومة التي تروج لها الجماعات الدينية السياسية الظلامية، التي تحاول إبقاء دولنا في دائرة التخلف والرجعية، وتعمل على إضعافها وتفكيك وزرع الفوضى فيها لتحقيق أهدافها الخبيثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.